مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامجكم اخبار اون تايم، نتمناها باذن الله تكون حلقه مميزه كالعاده زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. بيكون لينا جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، ايضا بنتابع كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه وايضا كافه الالعاب الاخرى. قبل ما نخوض في اي تفاصيل خلونا نبدا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بابرز عناوين حلقه النهارده. زيزو وشيكابالا يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشباب السعودي. بعد إصابة قوية في مباراة الأمس طارق حامد يجري جراحة ناجحة في الوجه. ثاني الصفقات المنتظرة في القلعة الحمراء رضا سليم يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام الرسمي للأهلي. بعد موسم طويل كولر يحصل على موافقة من الأهلي للسفر إلى سويسرا لقضاء إجازة نهاية الموسم. وعالميا لاعب ريال مدريد الجديد مهدد بالغياب 5 أشهر. ومن العناوين خلينا نستعرض تفاصيل أخبارنا مع حضراتكم، والبداية بالتأكيد مع كرة القدم المحلية. هنبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من القلعة البيضاء وآخر استعدادات فريق نادي الزمالك لمباراته الهامة والمرتقبة اليوم أمام الشباب السعودي في البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بشكل كبير على ملامح التشكيل اللي هيخوض به مواجهة النهاردة إن شاء الله في الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الثالثة، وطبعا مش هيختلف كتير عن المباراة الماضية. طبعا مباراة النهاردة أمام الشباب السعودي هتكون في تمام 6:00 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف. تشكيل الزمالك يمكن التغيير الوحيد هيكون إجباري بسبب طبعا إصابة إبراهيم نضايف في المباراة الماضية، لكن مش هيخرج عن محمد صبحي في حراسة المرمى. في خط الدفاع هيتواجد حمزة المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح أيضا. في خط الوسط نبيل عماد دونجا وعمر جابر وسيد نيمار اللي هيكون بديل لإبراهيم نضاي، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومهاجم صريح هو سيف الدين الجزيري. أبرز حاجة حصلت امبارح يمكن في المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مباراة اليوم كان الحديث عن محمد عبد الشافي، لما نبيل عماد دونجا تطرق للحديث عن اللاعب الكبير طبعا وأحد قادة نادي الزمالك وقال إن هم يعني في كلام على إنه ما اعتزلش أو إنه ممكن يتراجع عن الاعتزال وهم بيحاولوا إن هم يقنعوه بالتراجع عن الاعتزال. الحقيقة هو بالفعل اللعيبة الكبار داخل الفريق بتتكلم في شيكابالا، في أحمد مصطفى زيزو بيبذلوا محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية مع اللاعب من أجل تراجعه عن قرار الاعتزال والاستمرار مع الفريق لمدة موسم آخر. شيكابالا وزيزو تحديدا أكدوا للاعب أنه مازال قادر على العطاء في الملعب وأن الفريق في احتياج إليه في الفترة المقبلة. ومن جانبه وعد عبد الشافي الثنائي أنه هيفكر في الأمر وشدد على أنه لن يتراجع عن الاعتزال إلا لو حس أو شعر أنه هيقدم إضافة للفريق، ورفض فكرة التواجد دون أن يكون ليه أي دور.
طيب قبل ما ندخل في تفاصيل اكتر متعلقه بنادي الزمالك، خلينا نعرف الاستعدادات قبل ساعات قليله من انطلاقه هذه المباراه. نطير الى السعوديه مع الزميل العزيز محمد مطاوع الناقد الرياضي بموقع القاهره 24 المتواجد حاليا في الاراضي السعوديه. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك ابو حميد، ومساء الفل على كل متابعينك وكل الجمهور الكره المصريه ونادي الزمالك بشكل شخصي. يعني اخبار يعني اكيد مهمه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، غير طبعا عبد الشافي، لكن الاستعدادات للمباراه الثانيه بعد رباعيه طبعا الزمالك امام الاتحاد المنستيري اكيد تهم كل الجماهير المصريه وبالاخص الجماهير البيضاء، فماذا لديك؟ يعني خليني اكد لك ان المباراه اللي انتهت برباعيه امام الاتحاد المنستيري التونسي اغلقت تماما منذ انتهاء المباراه بتعليمات شديده وصارمه من المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسيريو. جميل. اللي طلب من اللعيبه انهاء الحديث من قريب او من بعيد عن المباراه. هي مباراه خدوا من اللي هو عايزه منها واللي هو الثلاث نقاط، وقال لهم انا حتى النتيجه الكبيره لم تكن تعنيني بالشكل اللي انتوا عايزينه ده، انا كان يكفيني هدف او هدفين واطلع واخد اللي انا عايزه من المباراه طالما طبقنا اللي احنا شايفينه في الملعب وخدنا اللي احنا عايزينه. ولكن المباراه اغلقت تماما، والمباراه الاهم بالنسبه لنا هي مباراه الشباب. اوسيريو بيتكلم يا احمد دايما مع اللعيبه ان هي المباريات مباريات كؤوس، بمعنى ان احنا بناخد كل مباراه على حده، مش هننسى اللي فات ولا هنفكر في اللي بعدها، بما اننا في دوري مجموعات والكلام من ده وتجميع نقاط، ولكن احنا هنلعبها انها مباراه كؤوس، اكسب كل مباراه على حده عشان نقدر نتكلم. حتى البعض كان بيتكلم ان الزمالك ممكن ياخد مجموعه، يعني لعيبه فيما بينهم بيتكلموا احنا ممكن لو طلعنا تاني نسافر نلعب في ابها وان ما نلعبش في الطائف هنا والكلام من ده. فاللعيبه الكبار حتى تدخلت قالت لهم انسوا اي حسابات مؤقته، خلينا نفكر بكل مباراه على حده بالنسبه لنا، ونقدر نشوف ايه اللي نقدر نحققه من المباراه. يعني انا بكلمك دلوقتي اللعيبه المفروض بيتناولوا وجبه الغداء بتاعهم عشان التحرك لملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 4 الا ربع تقريبا. طبعا التوقيت في مصر هو التوقيت في السعوديه يا احمد عشان الناس تبقى برضك عارفه، والمباراه في تمام الساعه 6 في ملعب مدينه الملك فهد الرياضيه بالطائف. الزمالك هنا بيحظى بحاله من الحب والاحترام والتقدير من جانب الجميع يا احمد، على مستوى الاعلام، على مستوى حتى المشجعين الانديه الاخرى. في حاله يعني دعم كبير لنادي الزمالك من جانب حتى الجماهير، سواء الجماهير المصريه اللي بتيجي على فكره احمد، يعني الطائف مثلا بتبعد عن مدينه جده ساعتين، بتبعد مسافه كبيره مش قريبه، ولكن كل المصريين جمهور الزمالك اللي صنع الحدث حتى الان في البطوله بشهاده الجميع في المباراه الماضيه بيجوا سفر من اماكن بعيده من اجل دعم الزمالك. ومش وعشان اكون يعني واضح ودقيق يا احمد، والله ليس جمهور الزمالك بس، طبعا الاغلبيه جمهور الزمالك، ولكن يعني يكفي اقول لك ان مثلا المباراه الماضيه شفنا رجل وزوجته رجل وزوجته اللي منتمين للاهلي والزمالك، وقال لك ده بيلعب باسم مصر طبعا. فكانت حاله يعني حاله بالنسبه لنا احنا بره مصر شفناها، يعني حاله طيبه وحاله بتعكس مدى قيمه الرياضه بالنسبه لنا كمصريين كمان. صحيح. فيعني الاجواء هنا اجواء بطوله اكتر من رائعه صحيح، وتنظيم اكتر من رائع حتى الان. تمام. امبارح في المؤتمر الصحفي يعني كان كلام اوسوريو كله عن الاهتمام بهذه المباراه، فحابب برضه اعرف منك ماذا دار بالامس سواء على صعيد المران الختامي او على صعيد المؤتمر الصحفي من اوسوريو. طيب هو على صعيد المران الختامي اللي احنا حضرناه امبارح وكان لنا مسموح لنا 15 دقيقة يعني بحكم اللوائح المنصوص عليها. طبيعي. اوسوريو يعني ساب اللعيبة تتمرن لدقائق اطالات والامور ديت اللي هي البداية زي ما انت عارف، وبعدين اجتمع مع اللعيبة في نص الملعب لمدة تقترب من 5 لـ7 دقائق تقريبا. طبعا الكلام كان بعيد عننا ان احنا ما نعرفوش، ولكن ما علمناه بعد كده ان اوسوريو كان كلامه مع اللعيبه في لغه معينه خاصه بالمباراه المقبله، والكلام الواضح والصريح ان الكل بدا يضع للزمالك الف حساب وحساب، واحنا لازم نكون على قدر المسؤوليه اللي الجماهير بدات يعني تحطها علينا. احنا نهينا الموسم بشكل مش جيد، حتى لو كانت النتائج معاه كانت في افضل حال، ولكن هناكش في مركز لا يليق بنادي الزمالك، فلازم تكون المصالحه من خلال البطوله العربيه. اوسوريو دايما في كل جلساته مع اللاعبين سواء الكبار او الشباب او حتى في المران يا احمد بياكد ليهم، يعني الانديه السعوديه دعمت بشكل قوي ولاعيبه باسماء كبيره، ولكننا لسنا المنافس السهل في البطوله، احنا جايين ولينا هدف وهنسعى الى تحقيق الهدف مهما كانت الصعوبات اللي بتواجهنا. صحيح. امبارح نبيل دونجا اتفضل معاك اتفضل. على سبيل المؤتمر برضك هو الراجل كان واضح وصريح انه دايما اوسوريو احمد دايما بيحاول
يعني يشد من ازر الفريق بتاعه ولاعيبته دايما. انا ده السكواد اللي عندي وده السكواد الكبير اللي انا عايزه ومش عايز عنه غيرهم، عشان يدي دايما ثقه للعيبه اللي موجوده. في تواصل مستمر مع مجلس الاداره سواء اللي موجودين هنا او اللي في القاهره، ودعم بشكل مستمر بالنسبه ليهم. في كنت عايز تسال عن دونجا في حاجه؟ كنت عايز اسالك عن ما قاله يعني نبيل عماد دونجا بشان محمود الونش وايضا محمد عبد الشافي، والمفاجاه يمكن اللي فجرها امبارح في المؤتمر في محاولات اقناع عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال. طيب خليني اقول لك احمد ان هو السؤال ده تحديدا كان السؤال خارج مني انا لدونجا بعد ما عشان سالت كده اسطوري. بسالك. بعد ما سالت اسطوري جميل. عن موقف اللاعبين الثلاثه اللي انضموا للقائمه، هل هيكون لهم دور ولا لا؟ وقال لي ان كل واحد هيخش بالترتيب واحنا مش مستعجلين في ظهورهم عشان لما يظهروا بشكل كويس، اللي هم احمد زكي واوباما وحمدي علاء. فدونجا كان سؤالي ليه، هل الونش وعبد الشافي وجودهم مثل لكم دعم نفسي ومعنوي جيد، وماذا يمثل الثنائي للاعبين في الفريق؟ فاكد لي دونجا بالنسبه للونش ان الونش قيمه كبيره وكنا محتاجينه في بطوله زي ديت، ولكن الاصابه هي اصابه قويه شويه وهتبعده كتير عننا، ولكن نتمنى انه يرجع. بالنسبه لعبد الشافي قال لنا عبد الشافي هو روح الفريق، واحد من الاعمده الاساسيه التي لا غنى عنها، وفجر المفاجاه بنفسه لما قال انا اتكلمت مع عبد الشافي بشكل شخصي وقلت له على حقيقه موضوع الاعتزال، وقال ان هو لم يعلن في وسائل الاعلام او لم يبلغ اداره النادي هذا الامر، ولكن الامر في تفكير عبد الشافي جديا يا احمد. عبد الشافي شايف ان موضوع الركبه وصابونه الركبه والخشونه اللي موجوده فيها ممكن ما تخلوش يرجع بالشكل الافضل. عبد الشافي لا يريد تحميل خزانه الزمالك او يرهقها باي مبالغ تعاقديه خاصه بيه، وهو لا يشارك رغم ان عقده يتبقى صحيح موسم. صحيح. خليني اكد لك ان كل اللاعبين الكبار بلا يعني الونش، شيكابالا، زيزو، عمر جابر، كل الناس قعدت مع عبد الشافي واتكلموا معاه ان فاضل له سنه في عقده فيستمر فيها، النادي محتاجه فيها. ودونجا قال يعني حتى في المؤتمر قال احنا يعني واثقين ان عبد الشافي لو نزل التدريب وبقى كويس يقدر يلعب، لانه هو قيمه كبيره ويمتلك من الخبرات، ولكن حتى لو ما قدرش احنا محتاجينه في غرفه الملابس مع شيكابالا لما يمثلانه من قيمه كبيره بالنسبه لنا وقدره على لم الفريق. كان في ليا يعني مكالمه مع يعني جلسه مع كابتن جمال عبد الحميد رئيس البعثه وعضو مجلس الاداره. جميل. وكلمته في نقطه عبد الشافي تحديدا. قال لي عبد الشافي اسم كبير واحنا كمجلس اداره بندعم عبد الشافي ايا كان اختياره. نتمنى استمراره، ولكن لو كان قراره الاعتزال احنا هندعمه وهنقف جنبه وهنعمل له كل ما يمكن بسبب اللي هو عمله عبد الشافي على مدار تاريخه مع نادي الزمالك. اذا عشان نقفل القصه بتاعت عبد الشافي دي، الموضوع كله مرتبط بقرار محمد نفسه اللاعب نفسه، ومرهون بمدى استجابته للعلاج من الاصابه اللي هو متعرض ليها، واللي هو شايف ان هي يعني لو استمرت او طولت شويه ممكن يكون عبء على الفريق، فهو مش عايز يعمل ده، فيعني ساعتها يأثر السلامه بقى ويعتزل. ده ملخص الموضوع، صح يا محمد؟ بالظبط بالظبط. يعني اعتقد القرار النهائي لعبد الشافي طبعاً. هيكون عقب البطوله العربيه، هيحسم امره سواء بالاستمرار مع الزمالك عشان يكون موجود وهيكون قادر، فهل الزمالك ما يدعمش في المركز ده ولا هيفضل تعليق الحذاء، فبالتالي الزمالك يبدا يتجه للتعاقدات في هذا المركز وتدعيم مركز الجبهه اليسرى. ايا كان قراره طبعا كل الدعم لمحمد عبد الشافي. اخيرا يا محمد عايز اسالك عن التشكيل المتوقع، كان معايا يعني خبر او من خلال مصادرنا الكلام كله عن ان التشكيل لن يخرج عن تشكيل مباراه المباراه الاولى امام الاتحاد المنستيري باستثناء طبعا التغيير الاجباري بوجود سيد نيمار مكان ابراهيم نضاي، هل عندك اي معلومه مختلفه؟ لا يعني هو ده الاقرب. نضاي يعني هتتوقف مشاركته على الرؤيه الطبيه للدكتور محمد اسامه، اللي رغم ان نضاي شارك في المران امبارح بشكل كامل، ولكن يعني الدكتور اسامه متخوف شويه من ان الامور تسوء تاني ليه، فهو يعني اعتقد هيبقى في اختبار طبي في خلال الساعه القادمه للاعب وهيتم تحديد مصيره بشكل كبير، ولكن في حاله جاهزيته هيكون اساسي. في حاله عدم جاهزيته الزمالك هيبدا بمحمد صبحي في حراسه المرمى، حمزه المسلوسي، محمد عبد الغني، نفس حسام عبد التشكيل المجيد، صحيح، احمد فتوح بالظبط، ندونجا وعمر جابر وزيزو وشيكابالا وسيد نيمار وسيف الجزيري في الخط الامامي. تمام، كل التفاصيل عرفناها منك بالتاكيد، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مطوع الناقد الرياضي بموقع القاهره 24 المتواجد في الاراضي السعوديه. طيب مكملين لسه مع اخبار نادي الزمالك، لكن على صعيد الميركاتو، صحيح لسه الدنيا ما اتحلتش في ازمه رفع ايقاف القيد بسبب طبعا المستحقات المتاخره لسبورتنج لشبونه وايضا للاعب اتشيمبونج، لكن الزمالك شغال في بلان
بيه، شغال في ان هو هيحل القصه دي خلال ايام ويكون على نفس المنوال او في نفس الطريق الموازي، بيكون مستعد لصفقات يدعم بيها الفريق في الموسم الجديد. من ضمن الصفقات او الاسماء المطروحه هو النيجيري رشيد احمد مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، واللي كان معار لو تتذكروا طبعا لنادي الداخليه، دخل ضمن حسابات مسؤولي الزمالك لضمه خلال الميركاتو الحالي بعد ما تالق بشكل لافت للنظر خلال الموسم المنقضي مع طبعا صفوف فريق الداخليه اللي كان لعب ليه معار من سيراميكا. كشف مصدر ان مسؤولي نادي الزمالك استفسروا من اداره سيراميكا وبعض المقربين من عن رشيد احمد وطلباته الماديه للاستغناء عن اللاعب، او طلبات النادي الماديه للاستغناء عن اللاعب، وكمان قدرته على قياده هجوم الزمالك في الموسم الجديد. هو لاعب صغير عنده 22 سنه، تقدر تقول ان هو لاعب جيد جدا، اعارته كانت ناجحه طبعا لنادي الداخليه في الموسم اللي فات، لعب مع فريق الداخليه 24 مباراه، ساهم في 8 اهداف من خلال تسجيله لخمسه وصناعته لثلاثه، وايضا سماته كمان كمهاجم متمرس، عنده القوه البدنيه، عنده الطول الفرع، اعتقد ده اللي بيبحث عنه اي مدير فني وبيجعله احد العناصر الخطيره في الهجوم. قبل ما نكمل كلام او نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، بما اننا بنتكلم عن البطوله العربيه، فامبارح يمكن في لقطه كده حصلت في مباراه اتحاد جده السعودي والصفاقسي التونسي قلقت الجماهير المصريه على نجمنا المصري طارق حامد اللي تعرض لاصابه قويه خلال المباراه. نادي اتحاد جده السعودي كشف عن اخر تطورات الحاله الصحيه للاعب اللي تعرض لهذه الاصابه القويه في الوجه طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره، حيث اجرى جراحه طبعا بعد تدخله مع حسين السعدي لاعب الصفاقسي التونسي. ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه على تويتر الصور واكد ان طارق حامد اجرى العمليه الجراحيه وكانت جراحه ناجحه في موضع اصابته اللي تعرض ليها خلال هذه المواجهه، وان شاء الله يعني يعود خلال ايام للتدريبات بشكل طبيعي، وان كان الموضوع ممكن يكون صعب شويه ان هو يستمر مع الفريق في البطوله العربيه على الاقل في دور المجموعات. طيب نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، طبعا بعد تاهله الى دور ربع النهائي بالامس وفوزه على الداخليه في كاس مصر ومواجهته المرتقبه يوم الخميس المقبل، لكن ايضا على صعيد موازي هو مستمر في عقد الصفقات وابرام الميركاتو الخاص به في الصيف. الصفقه المنتظره الثانيه هي رضا سليم بطبيعه الحال لاعب الجيش الملكي المغربي اللي وصل بالامس الى القاهره وهيخضع للكشف الطبي النهارده تمهيدا لانهاء اجراءات انتقاله لصفوف النادي الاهلي رسميا بدايه من الموسم المقبل. الفحص الطبي طبعا بيشمل الاطمئنان على سلامته، الاجراءات الصحيه الطبيعيه يعني سلامته الجسديه بشكل كامل، القلب، سلامه العضلات، عدم وجود اصابات مزمنه للاعب، وعقب توقيع الكشف الطبي اليوم على اللاعب وتاكد سلامته من اي اصابات وظهور النتائج هيتم توقيع العقود مع اللاعب، واللي مفترض انها تكون 3 سنوات او عقد يستمر ل3 سنوات، وبعدها تعلن اداره النادي الاهلي رسميا عن الصفقه الثانيه في الميركاتو بعد طبعا صفقه إمام عاشور. كمان من ضمن أخبارنا طبعا المتعلقة بالنادي الأهلي، كولر بيحصل على موافقة من الأهلي للسفر إلى سويسرا لقضاء أجازة نهاية الموسم. خلاص الأهلي ما فاضلوش غير مباراة واحدة في هذا الموسم، مباراة المصري زي ما قلت لحضراتكم يوم الخميس اللي جاي، بعدها مفترض أن مارسيل كولر هيحصل على أجازة نهاية الموسم، الأجازة اللي هيستغلها المدرب السويسري في السفر لبلاده عشان يقضي بقى الأجازة مع أسرته ويقعد في سويسرا لحد موعد انطلاق فترة التحضير الموسم الجديد من الدوري المصري، واللي مفترض ان هو هينطلق في اواخر سبتمبر المقبل. مارسيل كولر هيتواصل مع معاونيه، هينسق معاهم برنامج التحضير للموسم الجديد، امتى هيرجعوا لاستئناف التدريبات، ده كمان متوقف اكيد على موعد المباراه اللي لم تحدد حتى الان، مباراته في السوبر الافريقي، ومن خلالها هيحدد المعسكر كمان الخارجي اللي هيخوض الفريق الاحمر خلال فتره الاعداد ضمن التحضير للموسم الجديد. مستمرين في أخبارنا مع القلعة الحمراء، حيث خضع محمد شريف مهاجم الأهلي لاختبار طبي اليوم على هامش المران الأحمر لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات من عدمه بعد تعرضه طبعا للإصابة قبل مباراة الداخلية في دور 16 لبطولة كاس مصر وغاب عن قائمة مباراة الأمس. الاختبار الطبي بنسبة كبيرة أكد أن اللاعب تعرض لجزع بسيط في داخلي في أوتار الركبة، وبالتالي ممكن ما يخلوش جاهز للمشاركة في المباريات القادمة وتحديدا طبعا مباراة المصري، لكن الإصابة الحمد لله مش إصابة كبيرة، فالفترة الغياب المتوقعة وفقا طبعا للجهاز الطبي أو ما أعلنه الجهاز الطبي داخل النادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة هتكون الغياب لمدة 10 أيام، وبعد كده يعود من جديد للمشاركة مع الأهلي، وبالتالي هو لن يلحق بمباراة المصري بطبيعة الحال، لكنه سيكون جاهز إن شاء الله لفترة الإعداد في الموسم الجديد.
نروح لخبر تاني ايضا في القلعه الحمراء، حيث يسابق مسؤول النادي الاهلي الزمن لحسم مستقبل الثلاثي عمار حمدي محمد محمود عربي بدري في ظل تلقيهم اكثر من عرض في الوقت الحالي، والثلاثه بيفضلوا العرض الافضل من الانديه المهتمه بالتعاقد معاهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتحديد وجهتهم المقبله مع صعوبه عودتهم للاهلي في الموسم المقبل، لان مارسيل كولر رفض قيد اي من اللاعبين الثلاثه سواء عمار او محمد محمود او عربي بدري في ظل اكتفائه بعوده الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن من اللاعبين المعارين في الموسم المقبل، ومنح الضوء الاخضر للاداره الحمراء من اجل تسويق باقي اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي. في اكثر من نادي زي ما قلت لحضراتكم مهتم بالتعاقد مع اللاعبين الثلاثه، ابرزهم انديه زد والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وسموحه ايضا، وده طبعا اللي هيتحدد وفقا للعرض المالي الخاص بكل لاعب والنادي الاهلي والاتفاق على بعض البنود، واهمها وضع بند بيمنح الاهلي احقيه شراء اللاعب في المستقبل مقابل مبلغ مالي محدد سلفا. على ذكر نادي زد احد الانديه المهتمه بالثلاثي واحد الانديه كمان اللي تفاوضت بشكل كبير مع عدد من لاعبي النادي الاهلي ومنهم طبعا اخر صفقتين كان شادي حسين وايضا علي لطفي، كشف مصدر داخل زد ان نادي لم يتفاوض مع الاهلي بشان اللاعب الجزائري احمد القندوسي، وان اللاعب لم يتم طرحه على طاوله اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز. موضحوا ان مفيش اي نيه للتعاقد مع اللاعب الجزائري في الوقت الحالي، وان ما يتردد عن الاهتمام بالتعاقد معاه هو مجرد اجتهادات. فريق زد طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيصعد للدوري الممتاز لاول مره في تاريخه بعد الفوز على السكه الحديد بثلاث اهداف مقابل هدف في اخر او الجوله قبل الاخيره ايضا من الدوري القسم الثاني، وتربعه على قمه المجموعه الثانيه برصيد 65 نقطه. بكده نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي والزمالك وتفاصيل الميركاتو الساخن المنتظر في الصيف الجاري. نطلع لفاصل، بعدها نرجع نكمل كلامنا واخبارنا مع حضراتكم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة ثانية ومستمرين مع أخبارنا المحلية. نروح لاتحاد الكورة، حيث قرر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المؤتمر الصحفي اللي كان مقرر انعقاده اليوم للحديث عن استعدادات الحكام للموسم الجديد وخطة المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات وتطوير الحكام وتقنية الفار. مؤتمر بيريرا كان مفترض يعني هيقام ظهر اليوم، لكن قرر ان هو يأجله عقب انتهاء مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وفاضل مباراة وحيدة، يعني متوقع أن يقام هذا المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل. نروح لأخبار الأندية وبدايتنا مع قلعة الدراويش النادي الإسماعيلي، حيث يضع مسؤولوه في الأيام الحالية الرتوش الأخيرة على تجديد تعاقد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول اللي انتهى بنهاية أو عقده انتهى بنهاية الموسم الحالي، وفتح مسؤوله لجنة الثلاثية باب المفاوضات مع الحارس اللي رحب بالاستمرار مع الدراويش في ظل ظهوره بشكل متميز مع الفريق. الإسماعيلي طبعا عايز يحط جو من الاستقرار في الفريق بشكل عام وأيضا في مركز حراسة المرمى، بحيث يبقى أحمد عادل عبد المنعم مع عودة محمد فوزي حارس مرمى الفريق اللي كان غايب طبعا فترة طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة، وأيضا كمان الحارس الثالث هيكون محمد كوكو اللي انتهت إعارته من سيراميكا وعاد مجددا للدراويش. مستمرين مع أخبارنا في الإسماعيلي، وأكد مصدر إن مسؤول نادي طلبوا من نظرائهم في أهل طرابلس الليبي رفع المقابل المادي لاستعارة عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق لمدة موسم، اللي يعني في حالة تفاوض حاليا طبعا ما بين مسؤول الاسماعيلي ومن مسؤول النادي الليبي على المقابل المادي للصفقه، والاسماعيلي بطبيعه الحال بيسعى لتحقيق اقصى استفاده ماليه من اعاره عبد الرحمن مجدي لحل الازمات الماديه اللي بيعاني منها الفريق مؤخرا. من الاسماعيلي نروح للموج الازرق نادي سموحه اللي نجح في ضم ثنائي اسوان احمد خالد ومصطفى ميدو لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد بناء على رغبه احمد سامي المدير الفني لتجهيز طبعا الفريق بشكل جيد في الموسم المقبل. طبعا اسوان اللي كان هبط للقسم الثاني في الموسم لاعبيه تقريبا يعني كلهم او اغلبهم هيكونوا على فترينه العرض في الميركاتو الحالي، وسموحه تفاوض مع اسوان لضم الجناح الايمن احمد خالد بالاضافه الى الظهير الايمن
ايضا مصطفى ميدو بشكل نهائي. دول يعتبروا الصفقتين الثالثه والرابعه لنادي سموحه في الميركاتو الحالي بعد ما تعاقدوا مع محمود وحيد الظهير الايسر قادما من النادي الاهلي، والمغربي عبد اللطيف بن قاسو مع تفعيل بند شراء حسام حسن من النادي الاهلي والاحتفاظ بخدمات محمد مغربي لموسم جديد. نروح بقى في اسكندريه ايضا لكن مع زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري، حيث اكد مصدر مسؤول داخل النادي على طلب محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق من مجلس الاداره برئاسه الاستاذ محمد مصرحي الموافقه على فسخ التعاقد ما بين الطرفين بالتراضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. واكد مصدر ان محمود عبد العزيز تلقى عده عروض من بعض انديه الدوري الممتاز والصاعده حديثا للانتقال لصفوفها في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، الامر اللي دفع اللاعب لطلب فسخ تعاقده اللي مازال مستمر لمده موسمين مقبلين لكنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق السكندري. من ضمن ايضا الصفقات اللي اعلنت بقى بشكل رسمي امبارح كان صفقه نادي بيراميدز اللي اعلن تعاقده مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون مايلي مهاجم نادي يانج افريكانز التنزاني لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد. انهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة طبعا الإدارة التنفيذية لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة أن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليا وأهمها طبعا المشاركة الأولى ليه في دوري أبطال أفريقيا واللي هيبدأ مشواره في منتصف سبتمبر، وطبعا غير طبعا النسخة الجديدة من الدوري المصري. فيستون مايلي هو مهاجم يانج أفريكانز عنده 29 سنة، سبق ليه تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي وبعد كده لعب ليه يانج أفريكانز منذ عام 2021 وكان طبعا هداف البطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية. استقر مسؤول نادي سيراميكا كليوباترا على عودة جون إيبوكا مهاجم الفريق المعار إلى نادي أهلي طرابلس الليبي بعد نهاية إعارته مع النادي، وتمسك مسؤول النادي المصري طبعا بتواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد ما رفض مسؤول الأهلي تجديد إعارة صلاح محسن وطلبوا عودة اللاعب لصفوف الفريق بناء على طلب كولر، فشافوا إن الصفقة الأفضل أو التعويض الأفضل لنادي مسؤول أو لنادي سيراميكا كليوباترا هو عودة جون إيبوكا من جديد. مسؤولي نادي سيراميكا رفضوا التفريط في اللاعب في الفترة القادمة. الساعات المقبلة بالتأكيد ستشهد صفقات مثيرة جدا على صعيد الميركاتو الصيفي في الدوري المحلي، هنتابعكم ونوفيكم بكل ما هو جديد على الصعيد المحلي، لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا وفقراتنا النهاردة، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الكرة العالمية. في خبر صادم لجماهير المرينجي، كشف تقرير صحفي إسباني عن مدة الغياب المحتملة للاعب التركي الجديد أردا جولر لاعب الفريق اللي أصيب خلال جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة حيث يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى، وعاد إلى ريال مدريد للخضوع إلى مزيد من الفحوصات والبدء في العلاج. صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية أكدت أن دكتور ريبول اللي بيملك تصديق من الفيفا على عيادته حذر من أن جولر البالغ من العمر 18 عام لن يلعب لفترة طويلة، وأوضح الطبيب أن الأمر كله يتوقف على طبيعة الإصابة، فلو كان الأمر خطير هيتعين على جولر إجراء عملية جراحية، ويؤكد أن الغياب وقتها لن يقل عن 5 أشهر. أشار أيضا إلى أنه إذا لم تكن الإصابة خطيرة فيمكن تطبيق طريقة أكثر تحفظا وتعني أيضا غياب لمدة طويلة لا تقل عن 12 أسبوع. يعني عين الحسود بتصيب صفقات أو صفقة من صفقات ريال مدريد في الموسم الجديد. على ذكر الميركاتو والصفقات، فأفاد أيضا تقرير صحفي إسباني أن الـ 24 ساعة المقبلة هتكون حاسمة في مستقبل أحد نجوم برشلونة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي اللي بيسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معاه خلال الميركاتو الحالي، وبيحاول يستغل وجود شرط جزائي في عقده مع كاتالونيا بقيمة 50 مليون يورو.
صحيفة سبورت الكتالونية أكدت أن هناك فرصة متاحة لدى البي اس جي لإتمام صفقة ديمبلي مقابل سداد 50 مليون يورو فقط. وأضافت الصحيفة أنه بداية من يوم 1 أغسطس ستتضاعف قيمة الشرط الجزائي في عقد عثمان لتصبح 100 مليون يورو. وقتها هيكون من الصعب على باريس سان جيرمان إتمام الصفقة، وبناء عليه فإن مستقبل ديمبلي مع البارسا هيتحدد خلال 24 ساعة فقط قبل بداية الشهر الجديد، إما بالبقاء واستمرار التفاوض على تجديد عقده اللي بينتهي في يونيو المقبل، أو الانتقال للبي اس جي على خطى البرازيلي نيمار دا سيلفا. ده على صعيد الميركاتو الأوروبي. أما على صعيد الميركاتو السعودي الساخن جدا، فبعد إدوارد ميندي، بعد روبرتو فيرمينو ورياض محرز، نجم عالمي جديد بينضم الآن إلى نادي أهلي جدة السعودي، واللي حيث أعلن عن رحيل نادي نيوكاسل، أعلن عن رحيل ألان سان ماكسيمان الجناح الفرنسي في صفوف الفريق منتقلا إلى النادي السعودي بعقد حتى عام 2026. وجه نيوكاسل الشكر إلى سان ماكسيمان على الفترة اللي قضاها مع الفريق، وتمنى لي التوفيق في الفترة المقبلة. سيتقاضى اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي اللي وصل إلى اسطنبول لتوقيع عقد مع جلاتا سراي على سبيل الإعارة من البي اس جي 6 مليون يورو صافية في الموسم الواحد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. بحسب ما كشف النادي التركي، سدد جلاتا سراي منها 10 مليون يورو لبي اس جي للحصول على خدماته، وهو المبلغ الذي سيقسم على دفعات خلال 4 أعوام بحسب بيان صادر عن نادي جلاتا سراي. وأوضح أيضا البيان أنه بداية من موسم 2023-2024 هيحصل اللاعب على صافي راتب 6 مليون يورو في الموسم الواحد بموجب اتفاق يسري لمدة 3 مواسم. إيكاردي كان سجل في الموسم الماضي 23 هدف وصنع 8 أهداف على مدار 26 مباراة في الدوري التركي وكأس تركيا ليصبح أحد أكثر لاعبي الفريق شعبية. خلصنا أخبارنا العالمية، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم، خليكم معنا. ودلوقتي جه ميعادنا مع آخر فقرات حلقة اليوم، وهي فقرة وان شوت. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم في فقرتنا وان شوت بنسلط الضوء على الاحداث الرياضيه الايجابيه، وهنتكلم النهارده على منتخب مصر للخماسي الحديث الابطال اللي توجوا ب4 ميداليات في بطوله العالم بواقع ذهبيتين وفضيتين. الحقيقه في الفتره الاخيره ابطالنا وبطلاتنا في كل الالعاب يعني حدث ولا حرج، بيحققوا تقريبا كل اسبوع بطوله في كل الالعاب ما شاء الله، مش كمان في لعبه محدده، واصبح خبر الانجازات الفرديه او منافسات الفرق بقى خبر معتاد بالنسبه لنا في اخبار اون تايم، وان شاء الله يا رب يستمر دايما على طول. وبالتوفيق لكل بطل مصري بيرفع علم بلده في كل المحافل العالمية. مفيش أجمل من كده أكيد ختام لنهاية حلقة النهاردة. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، لكم مني ومن كل طاقم العمل كل التحية، وإلى اللقاء.